ولاد بلدنا اللي النظام بيطلعهم من نقرة لحضيرة ومن أزمة لأزمة. أزمة السكر من جديد. ويا عم يا اللي مش متابع، وإن كنت تظن إن كل المصريين متابعين ومفيش حاجة شغلهم الأيام دي ولا الأيام اللي فاتت، إلا إزاي يقدروا يجيبوا كيلو سكر من غير إهانة، كيلو سكر من غير ضرب، كيلو سكر من غير مزلة ووقفة في الطابور بالساعات. للأسف الناس في الأزمة بتاعت السكر دي أزمة ممتدة بقالها شهور، وللأسف برضو أقول لك إن الأزمة دي لسه مطولة في مدتها، وكل شوية هتشد وتزيد على العالم وخلق الله. ليه؟ لأن إحنا شعب هنعمل إيه؟ أضلت حكمته والحكومة عاجزة عن حل المشكلة. مرة تنكر، مرة تطلع الحكومة تقول لك مفيش أزمة من أساسه، إحنا السكر زي الفل والدنيا تمام. مرة تانية تقول لك آه الأزمة كانت موجودة بس خفيف خفيف كده، مش أزمة جامدة يعني. ولما تزهق والناس شايفة الأزمة في الشارع تطلع تقول لك إيه؟ الأزمة انتهت وكله تحت السيطرة تمام يا فندم. وده سبب الخيبة اللي إحنا فيها. تعامل الحكومة مع أزمة السكر تعامل زي ايه كده؟ زي بهلونات السيرك. والله زي بهلونات السيرك مش اكتر. تعال شوف معايا خبرين، الخبرين دول، الخبر الاول وزير الازمات عم علي مصلحي بتاع الزيت بيقول لك ان طوابير السكر اصلا انتهت، وان سعر كيلو السكر اصلا ب 27 جنيه، ادي الخبر اهو. عم علي بتاع الزيت في 20 ديسمبر اللي فات من كام شهر، النهارده بتتكلم من شهرين يعني، وزير التموين عم علي مصلحي طلع قال طوابير السكر انتهت وسعر الكيلو ب 27 جنيه. الله. نفس الوزير قال برضو على الهواء قبل كده ازمه السكر ستكون من الماضي. اه والله قال كده. اهو خبر اهو. قال لك وزير التموين لكل يوم اللي هو بتاع عمرو اديب ازمه السكر ستكون من الماضي في 15 يناير. الكلام ده برضو قاله في نفس اليوم 20 ديسمبر. طب احنا دلوقتي بقينا كام؟ فبراير اهو، داخلين 20 فبراير بقى حوالي شهرين ومفيش حاجه حصلت. يا عم علي، عم علي مصلحي بتاع الزيت بيعمل بالظبط زي ما عبد الفتاح السيسي عمل. السيسي بيعمل كده، كلهم يا جماعه زي بعض. هتقول لي طب ودخل السيسي؟ اقول لك استنى تعالى كده خلينا افكر حضرتك سريعا. يوم 2 ابريل من حوالي 10 اشهر 2023، 2 ابريل السيسي كان بيزور موقع عسكري شرق قناه السويس، واقف قدام العساكر الغلابه والضباط، وكالعاده انت عارف ان هو زعيم امين قوي وصادق قوي ان شاء الله. هبط تصريح كده، ما هو هو عارف ان محدش بيحاسب، فهو واقف معاهم خدته الجلاله لن نقبل، عارف انت عادل امام في الزعيم، وقام هبط تصريح. قال لك ايه في التصريح ده؟ قريبا أزمة الدولار ستصبح تاريخ. كله بيتكلم عن التاريخ اهو. الكلام ده 2 ابريل 23، يعني زي ما بقول لك كده من حوالي 10 اشهر وشويه. قال لك هتبقى تاريخ زي ما عم علي بتاع الزيت قال لك هتبقى ايه؟ هتبقى من التاريخ. عندنا خبر تاني يقول لك كفايه علينا الخبر ده. هم وارثين سر المهنه من بعض، قاريين من نفس الكتاب، كتاب التناحة والاستهبال والاستعباط والضحك على خلق الله.